السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة. مقتل 37 مدنيا على أيدي داعش في سرت الليبية، والحكومة تحمل مجلس الأمن الدولي المسؤولية وتطالب برفع حظر السلاح. قتلى وجرحى من الحوثيين في اشتباكات مع المقاومة اليمنية، والقوات الحكومية تسيطر على أولى مديريات محافظة البيضاء. الرابع عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد فترة إخبارية شاملة تأتيكم على شاشة نيل الأخبار. أهلا بكم. تفاصيل الأنباء. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات على أن تكون برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة. ونص القرار الجمهوري على أن تباشر اللجنة العليا للانتخابات مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب وفقا لأحكام قراري رئيس الجمهورية بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب. تضمن القرار الجمهوري أن تضم اللجنة العليا للانتخابات في عضويتها اثنين من نواب رئيس محكمة النقد بصفة أصلية، إلى جانب عضوين احتياطيين لهما من نواب رئيس محكمة النقد. وشمل هذا القرار تعيين اثنين من المستشارين من نواب رئيس مجلس الدولة بصفة أصلية، وكذلك تعيين اثنين من المستشارين بمجلس الدولة بصفة احتياطية. كما تضمن القرار أيضا تعيين اثنين من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف بصفة أصلية، إلى جانب اثنين آخرين من مستشاري محاكم الاستئناف بصفة احتياطية. وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد البطريق، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام والمتخصص في الشؤون البرلمانية. أستاذ أحمد، بعد التحية، هل هذا القرار الجمهوري دليل على قرب موعد الانتخابات البرلمانية أم كيف تتابع؟ يعني هو القرار الجمهوري الذي صدر مؤخرا بتعيين رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالإضافة إلى 6 من السادة القضاة أعضاء في اللجنة ومثلهم من الأعضاء الاحتياطيين، إنما يؤكد على أن الدولة جادة في إجراء انتخابات برلمانية قادمة في أسرع وقت. وجميع الدلالات بتشير إلى أنه سوف يتم فتح باب الترشيح مع نهاية هذا الشهر حتى يتم البدء الفعلي في إجراء الانتخابات النيابية. وأعتقد أن قول رئيس الجمهورية بأن هذا العام سوف يشهد البداية الحقيقية لانعقاد مجلس النواب، هذا الأمر حقيقي ومؤكد، وأن هذه الانتخابات سوف تجرى قبيل نهاية هذا العام، ومن ثم انعقاد مجلس النواب الجديد في مثل هذا الموعد. أستاذ أحمد، بشكل عام يعني كيف ترى وتتابع الاستعدادات الأخيرة قبل تحديد موعد الانتخابات؟ عامة جميع القوى السياسية والأحزاب والجموع المستقلين بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة وفاعلة في الشارع السياسي، خاصة المستقلين. الأحزاب تتصارع فيما بينها حتى أنها لم تستطع حتى الآن تشكيل قائمة موحدة مثلما طالب، حتى يتم تمثيلهم جميعا في مجلس النواب القادم، إلا أن هناك صراعات ما بين هذه الأحزاب ومطالب غير منطقية للبعض الآخر منها، لأن كل حزب في الشارع السياسي بيرى أنه الأحق والأقدر على تنفيذ على غير الحقيقة. وبالتأكيد أن مفاجآت غريبة، أعتقد أن المستقلين سوف يحصلون على الأغلبية داخل المجلس، ومن ثم من الممكن إذا ما كانت هناك هيئة برلمانية للمستقلين في المجلس الجديد فإنه من الممكن أن ينام فيهم عملية تشكيل الحكومة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد البطريق، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام والمتخصص في الشؤون البرلمانية.
شددت وزارة الداخلية من إجراءاتها الأمنية ورفعت حالة الاستنفار مع حلول الذكرى الثانية لفض اعتصامي ربعة والنهضة، وقد كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها في محيط المواقع الشرطية والسجون وداخل المحافظات وداخل المواصلات وحول أبراج الكهرباء وفي الميادين العامة في جميع المحافظات، إضافة إلى المحاور الرئيسية والطرق الصحراوية والزراعية. كان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار قد أكد أن أي محاولة للخروج على القانون ستقابل بكل قوة وحسم. أعلن العميد محمد سمير المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أعلن أن رجال القوات المسلحة تمكنوا بالأمس من تدمير 4 عربات تابعة للعناصر الإرهابية والإجرامية بمنطقة سترة جنوب شرق واحة سيوة وضبط 5 عربات أخرى. وأضاف المتحدث العسكري أنه أثناء أعمال المطاردة والملاحقة للعناصر الإرهابية حدث عطل مفاجئ لإحدى الطائرات نتج عن سقوطها، ما أسفر عن استشهاد 4 أبطال من طاقمها وإصابة 2 آخرين. تفقد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي يرافقه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قوات التأمين في سيناء. واطمأن وزير الدفاع والداخلية على جاهزية القوات المسلحة والشرطة المدنية في سيناء للتصدي للأعمال الإرهابية. تفقد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي يرافقه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزة بشمال سيناء، حيث قام بالاطمئنان على الأحوال الإدارية والمعنوية لقوات التأمين، كما تفقد أعمال التجهيز الهندسي لعدد من الكمائن والنقاط الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بسيناء، وأشاد بما لمسوه من روح معنوية عالية وإصرار على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها في حماية الشعب المصري والتصدي لقوى التطرف والإرهاب مهما كلفهم من تضحيات. وقام القائد العام بتفقد مركز العمليات الدائم لقطاع شمال سيناء للوقوف على آخر المستجدات وأوضاع التأمين للقوات المكلفة بمكافحة العناصر الإرهابية. وأكد القائد العام خلال لقائه برجال القوات المسلحة وعناصر الشرطة المدنية أن سيناء على أعتاب مستقبل مشرق من التنمية والاستقرار والتقدم، وأن الشعب المصري يقدر ما يبذلونه من جهود وتضحيات وطنية مخلصة ووفائهم بالمهام والواجبات المكلفين بها لحماية أمن مصر القومي. مقدم أنا بقالي يعني مقدمة السنة في الجيش، أنا كنت أسمع عن الجيش كده من قطع وكده بيقولوا إن الجيش زع، مقدم أنا فوجئت بحاجة تانية خالص، أنا فوجئت إن الجيش يعني كتير جولة، أما أشوف مقدم القائد بيطلع على عساكره، يعني أبسط مثال إمبارح كان في تنشيط فعندنا قائد اللي هو العبيد سامع جري وطلع على البوابة جري يعني بيطمن على الناس. انا يعني وفي امثال ثانيه كتير، يعني مثلا النهارده كان في مشكله ان هو يجري على العربيه بسرعه ويجري ويكون يعني اول من اول الناس الموجودين هناك يخافوا على العساكر، والعساكر بدلوا نفس الشعور لما يلاقي القائد بتاعه يعني مهتم بيه للدرجه دي ويعني بيدور على يعني بيعامله كانه ابنه، فلازم تلزم الجنود تتعلق بيه. هو ده الجيش المصري يا فندم، الجيش متراجل عشان العلاقه ما بين القاده وبين العقل يعني جنود او الصفات يعني علاقه اخوات، يعني قبل ما تكون ان ده قائد او يعني مش خوف مثلا. اسماعيل رجال القوات المسلحه المصري بشمال سيناء، العريش ربع الشرق وين نتوجه لسياده وفخامه الشعب المصري بالتحيه. مشددا على ضرورة التصدي بكل قوة وحسم لكل ما يهدد أمن الوطن والحفاظ على استقراره، وأشاد بالدور الوطني لشيوخ وعواقل وأهالي سيناء وجهودهم المستمرة لدعم القوات المسلحة ومعاونتها في فرض السيطرة الأمنية وضبط العديد من العناصر التكفيرية. وقام القائد العام يرافقه وزير الداخلية
بتكريم عدد من الضباط وضباط الصف والصناع والمجندين المتميزين من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المدنية، تقديرا لجهودهم في تحقيق العديد من النجاحات الأمنية خلال المواجهات المستمرة للقضاء على الإرهاب في سيناء. حضر الجولة الفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لشرق القناة، واللواء أركان حرب ناصر العاصي قائد الجيش الثاني الميداني ومدير أمن شمال سيناء. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع أعداد ضحايا موجة الحر التي تجتاح البلاد حاليا إلى 87 حالة، أغلبهم من كبار السن والمئات من المصابين. وأهابت وزارة الصحة مجددا بالمواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكر وأمراض القلب وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في ضوء ارتفاع درجات الحرارة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخاصة في أوقات الظهيرة، وعدم الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى. ارتفاع كبير في درجات الحرارة لم تشهده محافظات الجمهورية منذ أعوام طويلة، ارتفاع تسبب في وفاة عشرات الأشخاص وإصابة المئات. وزارة الصحة سجلت 87 حالة وفاة ونحو أكثر من 2500 مصاب بالإجهاد الحراري منذ بداية قبل 6 أيام. وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم التعرض المباشر للشمس خاصة في أوقات الظهيرة، وعدم الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى. وزارة الصحة أشارت أيضا إلى أهمية الانتباه للفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس، وفي مقدمتهم الرضع والأطفال وكبار السن والمرضى المعرضون للتشنجات العصبية ومن يعانون أمراضا مزمنة خاصة أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. تتلخص أعراض ضربة الشمس في ارتفاع في درجة حرارة الجسم واحمرار في الوجه وجفاف في الجلد والتهاب في العين وإجهاد عام يصاحبه صداع وتقلصات عضلية، وتظهر الأعراض بصورة فجائية. ونوهت الصحة إلى وجوب نقل المصاب فورا إلى أقرب مستشفى حميات في الحالات التي تصل إلى درجة الدوار أو فقدان الوعي من دون سابق إنذار. كما نصحت الوزارة المواطنين بالإكثار من شرب الماء والإقلال من تناول الشاي والقهوة، لأنهما يساعدان على إدرار البول وبالتالي فقد الأملاح الهامة بالجسم، ما يؤدي إلى الدوار والجفاف. كما نفت وزارة الصحة ما يتم تداوله عن تفشي الالتهاب السحائي أو ما يعرف بالحمى الشوكية، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم تسجيلها في مصر بهذا الالتهاب منذ يناير الماضي لم تتجاوز 5 حالات. من جهتها ناشدت وزارة الكهرباء المواطنين تخفيف الأحمال غير الضرورية في وقت الذروة لتجنب تخفيف الحمل على الشبكة الكهربائية الموحدة. ونتحول إلى الشأن الليبي، حيث أعلنت الحكومة الليبية مقتل 37 مدنيا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت وسط ليبيا. وحملت الحكومة مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها التنظيم، منتقدة حظر السلاح على الجيش الليبي الذي يفرضه المجلس وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين. حالة من الضبابية تسيطر على المشهد الليبي دون بارقة أمل تلوح في الأفق حتى الآن لإخماد نيرانه المستعرة. اشتباكات مسلحة درت رحاها بين سكان عدد من أحياء مدينة سرت الليبية وتنظيم داعش الإرهابية بالمنطقة السكنية الثالثة، أسفرت عن سقوط العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح. مصدر مسؤول بالمجلس العسكري بمدينة مصراتة الليبية قال إن عددا من الكتائب العسكرية يتم حشدها للتقدم باتجاه ضواحي المدينة لمساندة انتفاضة شباب سرتا. في المقابل أفاد مصدر مطلع من داخل مدينة سرتا أن دعما لوجستيا وصل لتنظيم داعش الإرهابي لتعزيز قوته في سرتا في مواجهة شباب الحي الثالث في المدينة.
الأحداث الدموية التي شهدتها مدينة سرت دفعت الحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها دوليا إلى توجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي ذكرت فيها عدد القتلى والإصابات على يد التنظيم الإرهابية، كما بعثت برسالة عاجلة عبر مندوبها في المجلس إبراهيم الدباشي حول الوضع الخطير في المدينة والجرائم بحق المدنيين في سرت منذ الأربعاء الماضي. الرسالة حملت أيضا غضب الحكومة المؤقتة إزاء الموقف السلبي للمجتمع الدولي ومجلس الأمن، منتقدة حظر السلاح على الجيش الليبي الذي يفرضه المجلس وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين. وللمزيد من المتابعة حول هذا الشأن ينضم إلينا السيد عيسى عبد القيوم الكاتب الصحفي الليبي. سيد عيسى، بعد التحية يعني نود التعرف على آخر التطورات على الصعيد الأمني تحديدا. آخر تطورات الآن في سرت أن عدد القتلى بلغ 106 قتيلا، وقام تنظيم داعش بإحراق مستشفى الميداني بمن فيه من الجرحى وعددهم يبلغ 32 جريح. الآن آخر الأخبار وصلت أن أمير تنظيم داعش سرت سيخطب الجمعة وبالأحرى يكون قد خطب الجمعة في مسجد الحي الثالث، وبعد الصلاة عصر اليوم سيتم إعدام الأسرى الذين أخذهم تنظيم داعش من قبيلة السرجان أمام المسجد، وهذه ربما ستكون جريمة كبرى. نعم، طيب سيد عيسى، في ضوء هذه المعطيات وهذه التطورات التي ذكرتها، ما تأثير يتم بين نحن سنقول بكل أسف أن المجتمع في ليبيا يعلم تماما ما يجري في بنغازي ودرنا والآن سرت، ولكن المؤسف أن المجتمع الدولي بات يستخدم داعش للضغط على المتحاورين وليس العكس، بمعنى أنه لا زال حتى الآن يصر على عدم الجيش الليبي وعلى عدم مساعدة ليبيا، بل وفرض بعض حتى الشخصيات المحسوبة غريبة، ونحن لا نستطيع أو لم نستطيع نقدر حتى الآن إلا أن المجتمع الدولي يحاول أن يستخدم مزيد من الدماء الليبية من أجل فرض شروطه على المتحاورين. الموقف الذي من المقرر أو الذي من المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن بعد كل هذه التطورات التي ذكرتها؟ في الحقيقة اليوم أصدر السيد إبراهيم الدباشي بيانا حمل فيه عبر الحكومة الليبية المسؤولية للمجتمع الدولي والمجلس الأمن، ولكني أيضا أريد أن أحمل المسؤولية عبر قناتكم إلى جامعة الدول العربية لنذكرها جميعا بأنها أول من اتخذ قرار تدخل في ليبيا تحت ذريعة حماية المدنيين. على السيد أمين جامعة الدول العربية أن يتذكر أنه صاحب هذا القرار، وأن المدنيين في ليبيا الآن يقتلون جهرا نهارا أكثر من القتل الذي حدث أيام الثورة. يجب أن تتحمل جامعة الدول العربية مسؤولياتها، فما يجري في ليبيا يمس الأمن القومي العربي بالكامل. وصمت هذه الدول أعتقد سيكون في غير صالحها، عشان في حال سقطت ليبيا ستتحول إلى بؤرة تهدد جميع دول المنطقة. هل تتوقع أن يستمر هذا الصمت طويلا سيد عيسى؟ أتوقع ذلك، هناك تخاذل دولي تجاه ليبيا، هناك تخاذل عربي باستثناء ربما دولتين أو ثلاثة، مصر والإمارات ربما والأردن، هذه التي مدت يد العون لليبيا. بعد ذلك هناك صمت، نحن كما قلت لك نفسره بتواطؤ دولي من أجل فرض شروط على ليبيا وربما حتى تقسيمها، يعني لأن الأسطول الأمريكي والأسطول الفرنسي والأسطول الإنجليزي موجودة في البحر الأبيض المتوسط، وهي تشاهد عملية الجرافات التي تنتقل من مدينة إلى أخرى حاملة الدواعش من مطراتة إلى سرت إلى بنغازي إلى درنة، هذا يتم عبر البحر وتحت عيونهم، وربما أيضا طائرات تسجل هذا، ومع هذا لم نسمع لهم أي شيء. اللهم يعني إلا أن كل حديث الآن منصب على العراق ومنصب على سوريا، وأعتقد أن التصريح الأمريكي يوم أمس بأن الحل الأمثل في العراق هو تقسيمها ربما أيضا يحاولون دفع ليبيا لهذا الشيء. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الليبي الأستاذ عيسى عبد القيوم. هاجم تنظيم داعش الإرهابي مشارف بلدة بيجي في محافظة صلاح الدين شمال العراق بسيارات ملغومة، وقد وقعت اشتباكات بين عناصر التنظيم من جهة والجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي من جهة أخرى في الأحياء الغربية من البلدة التي توجد فيها أكبر مصفات نفطية في العراق. وقد أوضحت مصادر أمنية أن تنظيم داعش استخدم 12 سيارة ملغومة وأكثر من 200 مسلح في الهجوم والاشتباكات، ما أسفر عن مقتل العشرات.
أغلقت قوات الأمن العراقية جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء بالتزامن مع دعوات لمظاهرات جديدة ضد الفساد. قالت مصادر أمنية إن القوات الأمنية أغلقت أيضا عددا من الطرق القريبة من ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، وتدعو المظاهرات الجديدة حكومة حيدر العبادي والبرلمان إلى تبني حزمة جديدة من الإصلاحات ومكافحة الفساد. كان العبادي قد أصدر جملة من الإصلاحات تضمنت تقليصا لأعداد الحمايات لكل المسؤولين وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات ومؤسسات الدولة والمسؤولين المتقاعدين. قتل 12 متمردا حوثيا في مواجهات مع المقاومة الشعبية اليمنية في محافظة تعز، بينما أعلن عدد من ضباط وأفراد الشرطة العسكرية بمحافظة تعز انضمامهم إلى المقاومة الشعبية بالمحافظة. في غضون ذلك تمكنت القوات الحكومية الشرعية من السيطرة على أولى مديريات محافظة البيضاء. تتواصل نجاحات القوات الموالية للشرعية اليمنية وسقوط معاقل المتمردين الحوثيين واحدا تلو الآخر، كما تتزايد الانشقاقات في صفوف عناصر المتمردين الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح. التحالف العربي بقيادة السعودية وفي أحدث عملياته النوعية استهدف موقع اللواء 26 الموالي للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء بوسط اليمن. غارات التحالف العربي جاءت ردا على استخدام اللواء 26 المدفعية الثقيلة في قصف العديد من القرى في المنطقة، كما اندلعت مواجهات بين أهالي المنطقة والمتمردين الحوثيين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وكثفت القوات الموالية للشرعية اليمنية من عملياتها الجوية والبرية في البيضاء بعد سيطرتها على مديرية الطفة التي كانت أول مديرية يتم تحريرها من المتمردين الحوثيين في المحافظة، وذلك بعد معارك عنيفة بين الطرفين. وفي البيضاء أيضا نجحت قوات المقاومة الشعبية في السيطرة على معسكر العرية، أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثيين وصالح. التقدم العسكري الملحوظ للقوات الشرعية اليمنية دفع بالكثيرين من أنصار صالح والحوثي إلى الانشقاق عنهم والانضمام إلى صفوف قوات الشرعية، ومن بينهم من قوات معسكر منطقة الحوبان في تعز، وهي المحافظة التي بشر الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي باقتراب تحريرها مع إرسال الدعم اللازم لذلك. وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف السيد أحمد الجبري الصحفي من تعز. سيد أحمد، بعد التحية، كيف ترى؟ بشكل عام نرحب بقناة النيل الإخبارية، وأهلا ومرحبا بكم. نحن نستبشر خيرا بما يحدث الآن من نجاحات على مختلف الأصعدة في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، وهذا ما يدعونا للاستبشار بخير إن شاء الله وعودة الشرعية إلى العاصمة صنعاء قريبا بإذن الله، ورفع العلم اليمني في جبال صعدة بإذن الله. أما على الصعيد الميداني فقد شهدت مدينة تعز مواجهات عنيفة طوال الليل واستمرت حتى هذا الوقت، قصف عنيف ومواجهات على مختلف الجبهات. حدث قصف لمسجد السري الظهر اليوم أثناء صلاة الجمعة، وكذلك على ساحة الحرية والمنازل المجاورة، مادة إلى مقتل العديد من الضحايا بينهم نساء وأطفال. نعم سيد أحمد، يعني هل لك أن تصف لنا الأوضاع الإنسانية هناك؟ تشهد مدينة تعز أو محافظة تعز بالأصح منذ 4 أشهر ومن بداية الأحداث حصارا خانقا بما يتعلق في الجانب الإنساني. المواد التموينية والمشتقات النفطية والأدوية تمنع من دخول المحافظة، بالإضافة إلى يعني المرض حمى الضنك استفشى في المحافظة، ووصلت الإحصاءات بالرسمية إلى 10,000 حالة بمرض حمى الضنك. تمام، أشكرك جزيل الشكر السيد أحمد الجبري الصحفي من تعز، شكرا جزيلا لك.
نشرتنا تتواصل معكم وفيها بعد هذا الفاصل تمديد وقف إطلاق النار في مدينة زبداني السورية، وائتلاف المعارضة يرفض مقترحا روسيا لتشكيل ائتلاف جديد يضم الجيش السوري. السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة. مقتل 37 مدنيا على أيدي داعش في سرت ليبيا، والحكومة تحمل مجلس الأمن المسؤولية وتطالب برفع حظر السلاح. قتلى وجرحى من الحوثيين في اشتباكات مع المقاومة اليمنية، والقوات الحكومية تسيطر على أولى مديريات محافظة البيضاء. بانوراما نيل ما زالت مع حضراتكم على الهواء مباشرة على شاشة النيل، والآن نتابع أهم أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع الزميل محمد سليمان، تفضل محمد. شكرا لزميلتي أمل وريهام، ومرحبا بكم، وهذه أخبار الاقتصادية في بانوراما الرابعة ونتابع فيها بعد الفاصل. وزير البترول يكشف عن خطط لإعداد مشروع قانون جديد لتنظيم سوق الغاز في مصر. مرحبا بكم، والبداية مع البورصة المصرية التي خسرت حوالي 10 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 485 مليار جنيه وسط انخفاض جماعي لمؤشرات السوق الرئيسية والثانوية. وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع المنقضي لتصل إلى نحو 3.7 مليار جنيه. أكد وزير البترول المهندس شريف إسماعيل أنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم سوق الغاز بمصر، وأضاف إسماعيل أنه سيتم إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز ليتولى تنظيم ومراقبة أنشطة شحن ونقل وتوريد وتوزيع الغاز داخل مصر بشفافية وتنافسية. وأوضح الوزير أن جهاز تنظيم مرفق الغاز سيتولى إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة القطاع الخاص هذا النشاط ليبيع الغاز مباشرة إلى المستهلكين الصناعيين. أكد وزير التموين خالد حنفي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المحلي المستورد داخل البلاد لإنتاج الخبز المدعم يفوق حدود الأمان. وأشار حنفي إلى أن هيئة السلع التموينية تعاقدت على شراء 175 ألف طن قمح أوكراني وروسي من خلال مناقصة عالمية بمتوسط سعر 194 دولار و 74 سنتا لكل طن، على أن يتم التوريد اعتبارا من 21 من سبتمبر المقبل ولمدة 10 أيام. رحب رئيس مجلس اليورو مجلس مجموعة اليورو يورين ديسبلوم بموافقة البرلمان اليوناني على حزمة الإنقاذ المالي الجديدة، لكنه قال إنه لا يزال يتعين أن توافق عليه دول منطقة اليورو. من جانبها أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيكا بريتهارت أن الموافقة النهائية على الحزمة مرجحة بشدة، وذلك خلال اجتماع وزراء المالية في بروكسل اليوم. كان البرلمان اليوناني قد أقر اليوم بعد مناقشات شاقة خطة المساعدة الثالثة للبلاد، والتي تشمل زيادة في الضرائب وتخفيض الإنفاق العام مقابل الحصول على نحو 85 مليار يورو.
أبرمت 9 مصارف كبرى متهمة بالتلاعب بأسواق الصرف، أبرمت اتفاقات تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 2 ملياري دولار مع مستثمرين للتخلي عن دعاوى رفعوها. وأشارت مصادر قريبة من الملف أن بنكي باركليز و HSBC البريطانيين سيدفعان على التوالي 375 مليون دولار و285 مليون دولار، بينما سيدفع جولدن ساكس 130 مليون وبي ام بي باريبا حوالي 100 مليون دولار. وتطال فضيحة أسواق الصرف معظم المصارف العالمية الكبرى، وتتعلق بوقائع جرت في السنوات السابقة لعام 2013. أعلن البنك المركزي التركي خفض الفوائد على الودائع بالدولار للحد من تراجع الليرة. يأتي قرار المركزي غدا إعلان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو فشل المفاوضات السياسية لتشكيل حكومة ائتلافية في تركيا التي تهزها أعمال عنف مع حركة التمرد الكردية. كانت الليرة التركية قد واصلت تراجعها خلال تعاملات اليوم مقابل الدولار واليورو اللذين سجلا على التوالي 2.83% و3.16 ليرة تركية. رفع المصرف المركزي الصيني بشكل طفيف اليوم سعر صرف اليوان مقابل الدولار. وقالت الهيئة المكلفة بسوق الصرف الوطنية إن البنك المركزي رفع سعر صرف اليوان بنسبة 0.05% في قرار يمكن أن يدفع فعليا باتجاه رفع سعر اليوان. كانت الصين قد خفضت أمس قيمة عملتها اليوم الثالث على التوالي، لكن الأسواق العالمية التي اهتزت بهذا التخفيض المفاجئ أبدت ارتياحا بعد تعهد السلطات بمحاولة منع انهيار اليوان. قال البنك البلاد من الذهب ارتفعت إلى 53.93 مليون أوقية بنهاية يوليو، ارتفاعا من 53.32 مليون في نهاية يونيو. وكان تعديل أرقام احتياطيات الذهب الصينية في يونيو هو الأول في أكثر من 6 سنوات. انتهت أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة، وعودة للسياسة مع زميلتي أمل نعمان وريهام الديب. شكرا لك محمد. وافقت الأطراف المتحاربة في بلدة زبدان سوريا وقريتين مجاورتين بالقرب من الحدود اللبنانية على تمديد كان وقف إطلاق النار بين عناصر المعارضة السورية من جهة والجيش السوري النظامي وحليفي حزب الله اللبناني من جهة أخرى قد بدأ الأربعاء الماضي. وقد ذكرت مصادر مشاركة في المفاوضات بين الجانبين أن المحادثات تركز حاليا على التوصل لاتفاق على انسحاب مقاتلي المعارضة من الزبدان وإخلاء المدنيين من القريتين. رفض الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اقتراح روسيا بتشكيل ائتلاف جديد ضد الجماعات المتطرفة يضم الجيش السوري. أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض خالد خوجة عقب مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أكد أنه ليس هناك أي دور للأسد في مستقبل سوريا. لا زال رحيل الأسد هو الإشكالية الأكثر جدلية على طاولة مفاوضات الكرملين التي تشهد لقاءات سياسية بين وفود المعارضة السورية ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لبحث مبادرة موسكو بشأن التوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية. الخارجية الروسية حاولت التسويق لطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحليف التقليدي للأسد بشأن إمكانية قيام تحالف دولي جديد يضم تركيا والعراق والسعودية بالإضافة إلى الجيش السوري لمواجهة تنظيم داعش بفاعلية أكبر. لدينا جميعا مصلحة في قطع الطريق على الإرهاب، والأهم الآن هو في تحويل هذه الرغبة إلى أفعال ملموسة ومنسقة. الائتلاف المعارض استبق المباحثات برفضه اقتراح الكرملين وأي تسوية سياسية لا تنص على رحيل الأسد.
يجب أن لا يكون لا لبشار الأسد ولا للزمرة الضيقة المحيطة حوله أو الذين ارتكبوا جرائم حرب أي دور في المرحلة الانتقالية. القيادة الروسية سابقا والآن هي غير متمسكة بشخص بشار الأسد، وإنما متمسكة بضرورة وحدة الأراضي السورية والحفاظ على الدولة. مباحثات الخارجية الروسية المضنية التي لاقت رفضا دوليا قاطعا من الأطراف المعنية بالأزمة لا زالت تقاتل في سبيل الحصول على بارقة أمل خلال مباحثاتها المتواصلة مع أطياف أخرى من المعارضة السورية تضم وفد القاهرة برئاسة المعارضة. مساعي الدب الروسي لإعادة الأسد إلى الساحة الدولية تواجه في ظل الرفض الذي تكنه قوى الاتهامات الأمريكية التي تلاحق القوات الحكومية في مجلس الأمن بارتكاب قوات الأسد جرائم إبادة من المتفجرات في أنحاء البلاد خلال الشهر الماضي. أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تفكيك خلية إرهابية جديدة من 3 أشخاص يرتبطون بحزب الله اللبناني ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات. وأوضحت الوزارة أن قوات الأمن ضبطت 19 طنا من الذخيرة فضلا عن 140 كيلوغراما من مادة TNT وقذائف صاروخية وقنابل يدوية وأسلحة ومتفجرات في منزلين ومزرعة في منطقة عبد اللي قرب الحدود مع العراق. دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كاري إلى تحقيق ديمقراطية حقيقية في كوبا، كما دعا كاري خلال زيارته التاريخية لكوبا إلى التزام هافانا بالالتزام بالاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان. تعد زيارة كاري هي الأولى لوزير خارجية أمريكي منذ عام 1945 وتهدف إلى تعزيز التقارب بين واشنطن وهافانا. هذه اللقطات التي نتابعها الآن هي لقطات مباشرة على الهواء مباشرة. نتابع فيها رفع العلم الأمريكي على السفارة هناك. كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما والكوبي راؤول كاسترو قد أعلنوا في ديسمبر الماضي عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونحن معكم الآن في هذه اللقطات المباشرة لرفع العلم الأمريكي في السفارة في كوبا. عبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن حزنه العميق وتعازيه للذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية خلال كلمته في الذكرى 70 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في آسيا، وأكد أن الأجيال القادمة يجب ألا تكون طوكيو على ماضيها العسكرية. كانت بكين وسول قد أعلنتا أنهما ترغبان في أن يلتزم رئيس الوزراء الياباني بالاعتذار الذي تقدم به رئيس الوزراء الياباني السابق موراياما عام 1995 عن المعاناة التي سببها الحكم الاستعماري والعدوان الياباني على حد قولهم. تواصلت جهود البحث والإنقاذ عقب الانفجارين اللذين وقعا في مدينة تيانجين الصينية وأسفرا عن مقتل 54 شخصا
فضلا عن إصابة 700 آخرين. وقد أعلنت السلطات الصينية أنها تجري تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الانفجارين. وقد أسفر الانفجاران عن تدمير ميناء تيانجين وهو عاشر أكبر ميناء في العالم. نشرتنا تتواصل معكم وفيها بعد هذا الفاصل: مدينة إسبانية تدرج مصارعة الثيران في الكتب الدراسية كجزء من ثقافة المجتمع الإسباني. بدأت مدينة فلاينكا الإسبانية في إدراج مصارعة الثيران في الكتب المدرسية والمناهج التعليمية، وذلك باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للثقافة الإسبانية. عدد من المنظمات قدمت التمويل والدعم لهذا الإجراء، والذي تشير توقعات إلى أنه سينتقل إلى العديد من المدن الإسبانية الأخرى ومن بينها مدريد. قد تكون مصارعة الثيران شيئا اعتياديا في ثقافة المجتمع الإسباني، حيث يحرص الكثير من منظمي المهرجانات على إقامة فعاليات خصيصا لتلك الرياضة، لأنه مؤخرا بدأت العديد من المنظمات إدراجه في المناهج في كتب مدارس إسبانيا وغيرها من المواد التعليمية. جولين بولنس رئيس بلدية مدينة فلاينكيا الإسبانية أعلن أن العديد من المنظمات قد مولت ودعمت مصارعة الثيران في المناهج التعليمية من خلال الحصول على قرض بقيمة 20,000 دولار. ما بين 15,000 و 18,000 يورو تم تخصيصهم لمصارعة الثيران، مع ذلك ليست هذه التكلفة الكافية للكتب، فنحن نحتاج نحو 35,000 يورو لتمويل الأمر. ولم تكن التدابير التي اتخذت في هذه المدينة أمر مستغرب، فهي جزء من ثقافة وتقاليد إسبانيا والتي تقيم مثل هذه المهرجانات سنويا. فمنذ إجراء الانتخابات المحلية في مايو الماضي، وبعد خسارة الحزب الشعبي المحافظ الذي أعلن مرارا عن تأييده لمصارعة الثيران، قل الاهتمام بها كثيرا. العديد من المجالس والهيئات ترفض تمويل مصارعة الثيران لعدم امتلاكهم المال، وإنما رغبة في تدمير المهرجان والتوقف عن تنظيم هذه الاحتفالات. وتشير التوقعات أن العديد من المدن المجاورة لمدينة فلاينكيا ستبدأ في تعميم إدراج مصارعة الثيران في الكتب الدراسية والمناهج التعليمية، من ضمنها مدريد، والتي يؤمل أن تكون مدينة صديقة للحيوان في المستقبل القريب. ونهاية هذه الفترة الإخبارية تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء: السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة. مقتل 37 مدنيا على أيدي داعش في سرت ليبيا، والحكومة تحمل مجلس الأمن الدولي المسؤولية وتطالب برفع حظر السلاح. قتلى وجرحى من الحوثيين في اشتباكات مع المقاومة اليمنية، والقوات الحكومية تسيطر على أولى مديريات محافظة البيضاء. نهاية النشرة، إلى اللقاء.